أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامته سفيرة جمهورية تركيا الشقيقة لدى مملكة البحرين السيدة هاتون ديميرير مساء أمس بفندق الدبلومات بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من المدعوين. وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة، وتمنياتي سموه للجمهورية التركية وشعبها دوام التقدم والازدهار. وأكد أن العلاقات البحرينية التركية تشهد تطورا مستمرا في ظل ما يربط بين البلدين الشقيقين من روابط قوية ومتميزة وحرص متبادل على تنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات. من جانبها عربت السفيرة التركية لدى المملكة عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام لكل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.